جويليا الأولمبي في مباراة سيديرها حكم موريتاني شقيق هو دهان بيدا الذي يشرف على هذا اللقاء. بس نذكر بأن صراحة هذا الذي أفريكانس التنزاني كان فيه دفع من الخلف، أتصور بأنه صحيح. خلينا نشوف الإعادة ونشوف الدفع وقرار الحكم المباراة بأن يصفر ركلة جزاء. نعطيونا الإعادة، هاي الكرة وهاي اللعبة. الرضواني والاخر زاد من عنده شويه، على كل حال عادي جدا انه تزيد من عندك لانه تحصل على ركله جزاء في الدقيقه الخامسه من انطلاقه الشوط الاول في الجزائر. وشعباني بنبوت، وشعباني بنبوت، وشعباني ضيعها، سجلها بروعه. 1-0 لنادي يونغ افريكانس التنزاني في ملعب 5 جويليا امام اكتبا. وهي الكره في الزاويه اليسرى رائعه من امام بنبوت، سجلها بشكل رائع لاعب جمعه شعباني مفتتحا مجال التسجيل لصالح نادي يونغ افريكانس.